voilà. هنايا ندير نمشي ندير لكم بينيي كورجيل. حبة قرعة. فوالا. نسكرفجوها. عندنا كنت حبة بيض، زيت زيتون، ليفور، فارين، فروماج. ونبداو. ناخذوا الحبة قرعة تاعنا بعد ما سكرفجناها، نخلوها بالقشور ديالها، نغسلوها برك ملي نكونوا مسحوها. نزيدوا لها 3 حبات بيض. نزيدوا لها قريصة ملح. نزيدوا لها زيت زيتون ولا زيت سانغو كيما حبيتوا. ومن بعد نزيدوا عليها 200 غرام دو فارين، حسبتهم 10 مغارف تاع ماكلة اللي ما عندوش ميزان هذه بينها. قبل ما نجيب الفرينة ندير الفلفل الكحل ديالي. ومن بعد نجيب الفرماج. ومن بعد جو في راجوتي بعد ما نخلط مليح هاد لي زانغريديون اللي قلت لكم عليهم، نزيد الفرينة ونخلطها مليح، نزيد عليها لا ليفو تشيلي. فوالا يفو بيان ميلونجي باش يدخل كلش بعضاه. ومام طون توما هاكم درتو المقلة ديالكم ودرتوها فيها الزيت باش تقليوها، واللي ما حبش يقليها يقدر يديرها برك في المقلة ويمسحها بقطرة تاع زيت ويتجوزهم. مي انا درتهم هكذايا باش يجوك شغل فيهم ريحة لي بيني. فوالا انصوطيو دوكا للمقلة ديالنا. نبداو تاخدوها قمية لاباط اللي عندي بو محرحرة هكذا، تشوفو فيها كيفاش، متتحكمش باليد.